حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعتلكم فيديو جديد، بس اول شيء قبل ما اقول اي شيء، شكرا شكرا للمشتركين الجدد من هيون تي في، انا حيل فرحانه فيكم. شكرا اللي ضغط لايك واشترك في القناه، وانا حاولت اقرا كل تعليقاتكم وحاولت اني ارد عليها. حيل حيل فرحتوا تعليقاتكم الحلوه، ان شاء الله ان قناتي على طول تعجبكم. فيديو اليوم بيكون نجرب وصفات المشتركين، صنع سلايم في البيت. شكرا اللي كتب الوصفات حق السلايم، فبختار منها وصفتين وبجربها. بس قبل ما نبدا بليز لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب، ويلا نبدا. طبعا الحين بجرب. طبعا هذا هو التعليق حطيته هنا، قالت اني جربت النشا بس ما ضبط، ما ذكرت اي نوع جربت، فانا بجرب طحين. ويلا نبدا. الحين بحط ملعقه من الطحين، فانا عندي بريل ما عندي فيري. بجربه بشوف كم يضبط. اوكي بس واو، مش كيف صار كري لصق. انا احتاج صابون زيادة. اوكي طبعا زد الطحين لما صار يعني متماسك، والحين بخلطه بيدي. الله عجيب، يعني احس يتقطع شوي. شوفوا كيف يتقطع، فيحتاج زيت. بحط ملعقة كاملة زيت. اوكي طبعا لعبت فيه واجد، الحين صارت مطط. الحين بحطه هنا بغلفه، بخليه يرتاح للساعة. اوكي طبعا رجعت بعد نص ساعة، الحين شوف ايش كيف صار السلايم. واو الله، واو واو. دقيقة نجربه. خيال. الحين جبت اعلان وردي وقلت اني ابي اعلان باللون الوردي، يعني هو أصفر بس اللي ودي أحلى. الوصفة تجنن. أنا بس خلطت صار كذا، يعني صار ينمط. انت بس تخلطوا الين لما يتماسك عدل. جربوها في البيت تضبط معكم، واللون خيال. شكرا. طبعا هذا السلايم حيل عجبني، شكرا اللي كتب الوصفه، حيل حبيت اجربوه في البيت بتضبط. شكرا. جربت هذه الوصفة، السلايم حيل حيل سهل وبمكونين بس، معجون أسنان وملح، وأنا بحط ملون طعام بنفسجي. يلا نبدأ.
اوكي هذا هو. شوف ايش كيف بعد ما حطيت اللون خيال. طيب الحين بحط ملح لما يبدا يتماسك. طيب الحين بضيف ملح اكثر. خلطته ما ضبط، حتى كثرت ملح ما ضبط، فبجرب احط طحين مع انه هو مو مكتوب اني احط طحين، بس بجرب احطه. اوكي يعني احس بدأت ماسك. اشوف اوكي خلاص بدا يتماسك، فانا الحين بحطه في الصحن، بس اول بس انا بخلطه بيدي. لونه رهيب. يعني ممكن سلايم، شيء غريب يعني ما يتمطط، ينفك على طول. نجرب نحط زيت يمكن يضبط. يعني ينقطع بعده على طول. التجربة الثانية أنا أحس إنها شلت، لأن يعني ما حصة يعني سلايم، كنا رمل ويتقطع على طول. بس أنا ضفت الطحين من عندي، ما كتبت لي المقادير، بس يعني حلو هو كنا، بس نصير كنا رمل يعني مو كنا سلايم. يعني أحس إن التجربة الأولى أحلى بواجد. بس هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله إنه عجبكم. طبعا قولوا لي وش أحسن سلايم عجبكم الثاني. الثاني ما حسيته واجد ناجح، يعني يشبه الرمل. بس اكتبوا لي في التعليقات بعد سلايمات، اكتبوا لي في التعليقات سلايماتكم الناجحة اللي تقدر تسووها في البيت، عشان ما يمكن نسوي جزء ثالث. وبس لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، وباي.